علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة 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 ممكنة. تتتتن هسمعك أحلى خبر هتسمعه في حياتك. عم عبيد وافق على خطوبتي من هنا، وتخيل بقى مين اللي عمل الواجب ده، ومن دول حبيبتي يا معلم. ما فرحتش ليه؟ انت حقود ولا ايه؟ يا خال مالك؟ في يا معلم؟ لا ابدا، اصله مهموم شويه وفي موضوع شاغلني مش عارف اعمل فيه ايه. طب ما تشغلني معاك. موضوع شخصي شويه. شخصي شخصي يعني؟ بس انت حر يعني، بس انا حاسك لايز كده ومحتاج راي حد كبير. قول قول هسمعك. ادم انا مش لايز، بس انا حايز كمان، مش عارف اعمل ايه. يا عم اتكلم يا عم. في ايه؟ معروض عليا 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ ايه هتشتغل رقاصة ولا ايه؟ ولا هتبيع لحمك؟ لا مش هبيع لحمي، انا هبيع ضميري وذمتي. ازاي يعني؟ مطلوب مني ان انا اشهد شهادة زور في المحكمة، ولولا حقتي لـ10,000 جنيه دي مش انا ردها لاختي بدل الجمعية اللي انا سرقتها منها. عايز انقذها بدل ما تخش السجن، واختي مش في حمل المبلغ ده. عشان كده انا وافقت على العرض ده. انت كمان وافقت؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه ادم؟ مضطر يركب الصعب. انت كده بتركب الاصعب منه، بعدين عندك هو ابويا اكبر مثال قدامك. ربنا يخرجه بالسلامة. في الحقيقة مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. عايز رأيي؟ اشهد، اشهد باللي يخليك تعرف تنام، اشهد باللي يخلي ضميرك مستريح. ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. تصبح على خير.